احنا جايين طبعا ننظف الشوارع وجايين نزرع شجر وندهن الحيطان اللي في البلد. احنا جمعنا مواضيع يعني زي السيارات المشطوبة والسرعة والناس يعني تدور اللي جنب الشارع، واخترنا يعني من بين المواضيع كان في موضوع زراعة الشجر وتنظيف الشوارع، واخترناها هذه لأنها بتعكس على احنا الشباب شو بنعمل في البلد. قضايا احنا إنا سنتين نتدرب عليها في مشروع، احنا تدربنا على حملات وإنا نسوي مشاريع وصلنا لمرحلة إنا نطبق هذه المشاريع، كإنا نعمل على تنظيف الشوارع، نعمل على دهن جدران القرية، نعمل على زرع الأشجار، وطبعا هذه المشاريع احنا كنا مدربين عليها من قبل سنتين وأجل وقت إنا احنا نبلش ننفذ فيها. تطوع بخلينا نجتمع ومنزين البلد ونسويها يعني بتصير حلوة. إن ما حدا بيهتم في النظافة يعني يعني عشان البلد تنظف أصلا، يعني مش عشان 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 يعني مش مرتبة، بدنا نرتب نحاول نرتبها أكثر. عمل التطوع حلو وبعلمنا ومن خلينا نتعاون مع بعض. أول إشي طبعا خلال الورشات اللي عقدناها مع الأطفال وهم اللي حددوا هاي المشكلة اللي بيحسوها إنه بيعتبروها من أهم المشاكل في البلد، إنه النظافة وعدم اهتمام البلد كثير في مشكلة النظافة. فهذا الإشي لمسناه من المشكلات اللي طرحها الأطفال، فكلياتهم صوتوا على هاي المشكلة. وبالتالي بعد أكثر من 24 ورشة عقدناها مع الأطفال تم التوصل اليوم وحل هاي المشكلة. رسالة للناس بأنه للأرض الفلسطينية عدوان، العدو الأول هو الاحتلال الإسرائيلي وما يكون به من ممارسات تنم عن مدى عن جهيته وعنصريته ضد المواطن الفلسطيني وضد أرضه في الأساس، والعدو الآخر هو الإهمال. لذا نحن ندعو مواطنينا إلى ضرورة العودة إلى أرضهم وضرورة استغلالها من أجل المحافظة عليها ومن أجل استثمارها بالشكل الأفضل. واليوم هنا نكون بزراعة الأشتال مع هؤلاء الأطفال من أجل أن نغرس فيهم ضرورة الاهتمام بالأرض وكذلك محبة هذه الأرض.